محمود البنا يطلق صافرة بداية أحداث المباراة. نتمنى مشاهدة مباراة قوية ومثيرة في استاد الجيش. شيكا يلعب الكرة داخل ال 18 وادي الرأسية تعدي وتفوت، تخرج من خطوط الدفاعية لسبورتنج، تلاقي على طول رزق عبد الحليم أمامية عند مسعد على الصدر كده، يستلم مسعد واحد وسط ثلاثة، ادي مسعد يلعب على طول الكرة العرضية داخل منطقة ال 18، وادي أيمن رجب يمسك كورته ويلحق الكرة في نص الملعب عند خميس حسني، يحضر عند مجدي، ادي مجدي رمانة الميزان يسلم في الطرف الأيمن عند مؤمن، ادي يعلق الكرة مؤمن، كانت ممكن تخدع كوكو، هوبا خدعت كوكو، خدعت ولا ما خدعتش، دخلت ولا ما دخلتش، عيونه الصقر مش موجودة، مفيش فار ومفيش حد يقدر يقول ان هي دخلت ولا ما دخلتش من المرة الأولى، هل خدعت كوكو ولا خدعتنا؟ هل منتخب السويس دلوقتي يقدر هو اللي يسجل؟ ادي مسعد يرقص ويستنى على كورته، يسلم في الطرف الأيسر عند عبد الله، ادي عبد الله، يا عبد الله عاوز يعدي ويفوت، لكن تطلع الكرة خارج الملعب، وادي الجهاز الفني، وادي كوكو، بص معايا احكم بنفسك، الشمس في عين كوكو، الكرة نزلت دخلت ولا ما دخلتش؟ الكادر فوق، لا الكادر لازم ينزل تحت شويه، لازم ينزل تحت شويه، ما اشوفهاش من هنا. ادي كوكو يلعب على طول الكره عند اللاعب اللي بيتواجد دلوقتي عبد الله، ادي عبد الله النادي يعلق بالقدم اليسرى لكن توصل سهله عند حارس المرمى وهو مين؟ ترجع من تاني على طول بلمسه ولعبه مع احمد ابراهيم، ادي احمد في تدخل البنا يقول ما فيش اي حاجه خالص، تتلعب على طول الترباص الاماميه ما بين يوسف وما بين رزق عبد الحليم، ادي يوسف ورزق، رزق واحد راحت ما بينه وما بين كوكو، ادي رزق يستنى على كورته لكن كوكو يصلح، ادي كوكو على طول بالخبره، بص الكره الاخيره اللي قلت لحضراتكم، ادي رزق عبد الحليم استنى حب يرقص كوكو لكن كوكو على طول نزل على الارض ومسك داخل المنطقه، ادي مروان يلعب على طول لكن تخرج من الخطوط الدفاعيه براسيه كانت موجوده من احمد ابراهيم، وادي على طول محمود البنا يحتسب ركله حره لصالح منتخب السويس ولصالح محمود قد. تدخل الاهلي، ادي الكوره نشوفها مع بعض تاني من زاويه اوضح، وادي كوكو والكوره نزلت كلها داخل المرمى، وجهه نظر له عليه علما بانه لا يحتسب الهدف خارج ملعبه في حاله التعادل بهدفين. ادي الكوره الاخيره اللي كانت موجوده ما بين يوسف وما بين رزق، ادي رزق عبد الحليم فكر اكتر من تفكير، في الاخر حب يرقص كوكو لكن كوكو نزل على الارض فرد نفسه مسك كورته وقدر ان هو ينقذ هدف مؤكد لنادي سبورت، لكن دي اكتر كوره اثاره في هذه المباراه. تابعوا معايا حضراتكم، هل انا عيني خانتني؟ هل الكره ما تخططش بالكامل؟ قلت لحضراتكم على وجهه نظري الشخصيه كمعلق المباراه ان الكره تخطط بالكامل الخط. ادي بص المخرج يعيدها مره واثنين وثلاثه، واللي يقدر يشوف الكرة دي اكتر هو المساعد الاول سيد نافع، اكثر من 25 لعبه. بص كوكو، قلت لحضراتكم لاعبي سبورتنج بيراهنوا على ان الشمس في عين، كره عدت وتخطت، وادي المساعد الاول، يعني قلت لحضراتكم مفيش. عبد الله يلعب من تاني عند قد لمسعد، ادي مسعد يعتمد على نفسه عاوز يعدي وعاوز يفوت، ادي مسعد عدى وفات مسعد، راح على طول بالقدم اليسرى، هوبا ممكن الهدف الاول، هوبا الجول الاول، هوبا الجول الاول، ادي التسديد على طول لكن ترتطم في الخطوط الدفاعيه، ترجع على طول من تاني عند مسعد، واحد على واحد يعدي، واحد على واحد يعدي، وادي على طول ببطن القدم، لكن يا ولد يا ولد يا ايمن يا رجب، ادي بص مسعد لعيب سبورتنج يمتاز بالراسيات، ادي محمد رمضان يعلق على طول الكوره، وادي الراسيه لسه بتكلم وبقول دلوقتي لكن راسيه تطلع خارج الملعب، ده مين بقى؟ ده طارق، ادي طارق سجل في مرماهم في مباراه الذهاب، قال مفيش اي حاجه خالص، ترجع من تاني عند رزق عبد الحليم في انطلاقه، ادي انطلاقه 2 على 2 يلعب كورته على طول عند اللاعب اللي بيتواجد دلوقتي هو السويسي، ادي السويسي 2 وسط 3، السويسي عاوز يعدي بسرعته، ادي السويسي لكن يا ولد من قدام، يا ولد برافو، يوسف يقطع كورته وتتلعب على طول الكره في الطرف الايمن عند مسعد، ادي هجمه من سبورتنج للسويس، مسعد عاوز ينطلق واحد وسط 2 يلعب على طول العرضيه لكن ترتطم وتخرج الكره خارج الملعب الى ركله ركنيه، ركله ركنيه لصالح منتخب السويس، وكان المباراه ابتدت دلوقتي في الدقيقه الاخيره، هجمه لسبورتنج كادت ان تسجل هدف لهجمه لمنتخب السويس كادت ان تسجل هدف. ادي شيكا
يلعب على طول الركنيه تتلعب، لكن على طول وقعت من ايد حارس المرمى. ودي الهدف الاول، ادي الجول الاول للسويس. الدقيقه الاخيره شهدت الهدف الاول. قلت لحضراتكم 47 دقيقه بدون اي خطوره، في دقيقه واحده خطوره للسبورتنج وخطوره المنتخب السويس. تصفر على الركنيه، شيكا يلعب الركنيه، ايمن رجب حارس المرمى يمسك الكره ما يعرفش يمسكها، تقع من ايده ليسجل منتخب السويس الهدف الاول والجول الاول للسويسه. الهدف الاول للسويس، الهدف الاول لابناء الغريب. هل هو 34 محمد عماد براسيه؟ لكن ايمن بصمه بتاعه شيكا، ادي شيكا مزيكا يلعب على طول الركله الركنيه. ايمن رجب يطلع يمسك كورته، حارس المرمى تقع من ايده تنزل على راس. بالفعل هو اللاعب رقم 34 وهو محمد عماد ليسجل الهدف الاول للسويس. يا ولد 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 يا عماد، ادي بص الفول وبص المتابعه، يعجبني والله اللاعب اللي واقف كده يعني مركز. لا والله مش عماد، مش عماد خالص، ده هو اللاعب احمد خال او احمد ابراهيم. احمد ابراهيم ركله حره، هل تشهد هدف التعادل؟ هل الاثاره تكون موجوده في الوقت المحتسب بدل من الضائع؟ لكن تطلع خارج الملعب الى ركله مرمى، والاثاره ينهيها محمود البنا حكم المباراه، يعلن عن نهايه احداث الشوط الاول. الزمالك والمصري كان يتواجد على الفار، لكن نتفق نختلف، هو احد افضل الحكام في مصر، احد افضل الحكام في الوطن العربي وفي قاره افريقيا. مساعد اول سيد نافع، مساعد ثاني عماد العقاد، عند مسعد رابع. مسعد يرجع من ثاني ويسلم كورته عند محمود قطب، ادي قطب يعدي ويفوت الهدف، يدي ثقه، الهدف يدي اطمئنان. تمشي الكره وتفوت دلوقتي في الطرف الايمن عند مسعد، عاوز يعدي وعاوز يفوت يا ولد، يسلم عند قطب، ادي قطب يلعب على طول عرضيه ارضيه، اوبا يعقوبه يفوت على طول الهدف الثاني، اوبا الجول الثاني، ادي الجول الثاني للسويسه. ادي عبد الله سلام قال لهم مع السلامه، ادي عبد الله سلام قال لهم احلى تحيه واحلى سلام من عبد الله سلام، يسجل الجول الثاني لمنتخب السويس. يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله، الهدف الثاني للسويسه، الهدف الثاني لابناء الغريب، الهدف الثاني في حي السويس وحي الأربعين وحي عتاء وحي الجناين وحي فيصل. الكل فرحان والكل مبسوط، الكل بيهلل والكل يعني على أشد سبب الجول الثاني. قلت لحضراتكم هل السويس يسجلوا الجول الثاني؟ وادي بالفعل بالفعل عبد الله يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ركلة جزاء متحركة، لكن اوعى تنسى يعقوب اللي بيحط. ادي رزق يلعب على طول المره دي، الكره في المرمى عدت وفاتت وطلعت خارج الملعب الى ركلة مرمى. كوكو بيقول لهم ما تقلقوش انا موجود في المرمى، وعلت عرضة كوكو وطلعت الكرة خارج الملعب إلى ركلة مرمى لصالح منتخب السويس. يأتي من الأمام للخلف بقى بالعكس دلوقتي، اللاعب رقم 6 عبد الله النادي يقطع كورته، تروح من تاني مقطوعه لسبورتنج في الطرف الايمن، يبحثوا عن تقليص الفارق، ادي الكره على طول في اليمين، عبد الرحمن يلعب على طول العرضيه لكن ترتطم وتطلع الكره خارج الملعب الى ركله ركنيه لصالح سبورت. على طول الكره براسيه تخرج من الخطوط الدفاعيه تروح لنادي سبورتنج من تاني، يا ولد على طول رمضان يعدي ويلعب الاوفر، وادي الراسيه وادي الكره على طول وهدف تقليص الفارق، هدف تقليص الفارق عن طريق رزق عبد الحليم. قلت لحضراتكم يبحثوا عن تقليص الفارق، وبالفعل رزق عبد الحليم يسجل هدف، عرضيه من رمضان، رمضان لعب عرضيه بالمقاس على راسيه رزق ويسجل الهدف الاول. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، بص الراسيه بالمقاس لكن العرضيه ايضا كانت بالمقاس، ادي بص الخطفه على يمين كوكو، على يمين كوكو بيتفرج عليها زينا زيه بالظبط، وهدف تقليص فارق لسبورتنج. قلت لحضراتكم يبحثوا عن التسجيل، يبحثوا عن الهدف، يبحثوا عن هدف تقليص الفارق، وفي نفس الوقت الحرس يسجل هدف التعادل. الإثارة موجودة محمد خالد عند عبد الرحمن، يرجع لخميس، ادي خميس سبورتنج على حدود منطقة ال 18 مناورات امام منطقة منتخب السويس، يلعب الوان يستنى التو، ادي رزق عبد الحليم الثرو باس عند السويس، وادي تسديدة، وادي كوكو يتألق، يتألق كوكو ويطلع كورته ويطلع من جديد، تمشي على طول الكرة لكن يرتطم ومخالفة. احمد خالد يا مؤمن، 52% استحواذ لسبورتنج مقابل 48 استحواذ لمنتخب السويس. ادي شيكا ركلة ركنية من تاني، وادي يطلع المرة دي ايمن رجب يطلع كورته، تروح وتفوت على حدود منطقة ال 18، قطب يغير عند شيكا، هل متسلل ولا حاجة؟ لا مفيش أي حاجة خالص، أدي شيكا عاوز يعدي بمهارته، عدى من على الخط شيكا، يلعب على طول عرضية وأدي الرأسية لكن مش موجودة، تروح وتفوت دلوقتي عند 7 وأحمد صالح، أدي صالح في المرمى، أدي تعدي وتفوت وتطلع خارج الملعب إلى ركلة مرمى. ركلة ركنية دلوقتي لسبورتنج، يعلق على طول الكرة مهند، وادي الرأسية وادي هدف التعادل، ادي هدف التعادل، هو نفس اللاعب، هو نفس اللاعب،
في الذهاب سجل الهدف وفي العودة يسجل الهدف. هو طارق سيد اللاعب رقم 5. قلت لحضراتكم ان رأسيات لاعبي سبورتنج يعني رأسيات ممتازة، بيقدروا ان هم يلعبوا الكرة بالرأسيات بشكل ممتاز، العرضيات بيستغلوها. عندهم طارق هدف على طريقة احمد ابراهيم، مفيش حد احسن من حد. بص الرأسية والارتقاء في وسط اتنين لعيبة على يمين حارس المرمى كوكو، في المباراة الاولى كانت على يسار كوكو من طارق، في المباراة الثانية على يمين كوكو من طارق، والهدف الثاني يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. ممكن يكون في هدف ثالث، ادي الكره عند يعقوبو، ادي يعقوبو، لكن يا ولد على طول يا مؤمن يرجع ويغطي ويطلع. ادي محمد خالد يسلم عند شيكا، ادي التنشيط اللي حصل في المنطقه الاماميه عند صالح، توصل على طول الكره في الامام عند حارس المرمى، وهو الحارس ايمن رجب حارس مرمى. حاول ما يلحقش شيكا واحد على واحد ما بينه وما بين رمضان، ادي شيكا ورمضان، شيكا ورمضان، شيكا ورمضان، عدى شيكا، ادي شيكا يلعب على طول عرضيه، وادي راسيه وتعدي وتفوت، مفيش راسيه. ايمن رجب يطلع كورته خارج الملعب الى تمام، محتاجه اي لمسه، كانت محتاجه اي هفوه، كانت محتاجه ولو شويه هوا كانت دخلت المرمى. ترجع من تاني عند الخطير شيكا، يسلم عند قطب، يلعب على طول عرضيه، وادي راسيه قطب، الجول الثالث يضيع، الهدف الثالث يضيع على منتخب السويس، والتالق من ايمن رجب. ايمن رجب زي ما تسبب في هدف ينقذ هدف، ومش مصدقين دكه بدلاء منتخب الطرف الايمن عند خالد، ادي محمد خالد عاوز يعدي وعاوز يفوت، يسلم الكره على طول في الناحيه اليمين عند محمد عبد الفتاح، ادي عبد الفتاح عليه يظبط الكروس العرضي، وادي على طول العرضيه، وادي الراسيه مش موجوده، مش موجوده من اللاعب احمد صالح. يرجع من تاني على حدود منطقه ال 18، تشتت الكره من الخطوط الدفاعيه لنادي سبورتنج. الاخطاء دلوقتي ما تكونش موجوده، الاخطاء دلوقتي مش مطلوبه، اللي هيغلط دلوقتي يستحمل، تروح على طول الكره في الثروباص الامامي لصالح سبورتنج. لكن التغطيه، ادي التغطيه من احمد خالد، تروح على طول الكره عند رازي عبد الحليم، لكن يرجع ويصحح خطأ، يرجع ويصحح الخطأ. منتخب السويس تتلعب على طول الكرة الطولية الأمامية في اتجاه صالح، يلحق ولا ما يلحقش؟ أدي صالح ما بينه وما بين مؤمن مهدي، صالح ومؤمن، صالح ومؤمن، صالح ومؤمن، صالح يلعب العرضية، وأدي الراسية من يعقوب، لكن ما تعديش، ما تعديش الكرة بتأمين من طارق سيد. ترجع على طول الكرة على حدود منطقة ال 18، البنا يقول ما فيش أي حاجة خالص في السويس. نشوف شيكا الأول، أدي شيكا يلعب على طول الكرة، وأدي أيمن رجب المرة دي يمسك كورته، يمسك كورته أيمن رجب، وبالفعل معها صافرة نهاية المباراة يعلنها حكمنا محمود البنا بالتعادل الإيجابي 2-2 ما بين منتخب السويس وما بين سبورتنج. كان تقدم لمنتخب السويس أحمد إبراهيم وعزز بالهدف الثاني عبد الله سلام، ثم قلص الفارق رزق عبد الحليم وتعادل طارق السيد. زميلي العزيز فتح الله زيدان، كما بدأت بالسلام والتحية الآن أنهي بنفس السلام والتحية.